للزمول واشواطنا الرئيسيه في هذا الصباح. شوطنا الثالث تعلن اندفاعته وانطلاقته، وايضا ارحب بزميلي الكريبي بن جابر المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير على بركه الله وتوفيقه. ينطلق شوطنا الثالث لنتابع معكم مجريات الحيل ومنافسات الابكار على ارضيه ميدان التحدي في ثاني اشواط الابكار. لنبدا مع هذه الشعارات الحاضره والمتواجده والمتنافسه في هذه الانطلاقه، بعدما اشكر زملائي محمد بن بريك ومحمد بن عايل الصوات ما سبقوني بالنداء والتعليق. المركز الاول والصداره والمقدمه شعار النعيم الحاضر بانطلاقه بنت شهيد لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، متابعه قيث بن راشد المالكي بعمليه التضمير. المركز الثاني وتابع العنود على ثاني المراكز، ناصر بن جبر بن شمسان الرمزان النعيمي على ثاني التحديات. ثالث المراكز من تحمل الرقم ثلاثة غزوة لثيد بن راشد بن سعيد آل بريص المري بشعار بالراية الحاضر والمنطلق على ثالث التحديات. رابع الأسماء التقدم من أفعال، مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي حاضر بشعاره بانطلاقة المنافسات المميزة على ايضا رابع التحديات. المركز الخامس تقدم من الشايب محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على خامس التحديات. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمسه الاولى المتواجده والمتنافسه في مسيره هذا الشوط، ومن بعد ذلك نتحول الى الصداره الى المقدمه والى اول المراكز لنتابع معكم مجريات المقدمه التي بدات تتغير بهذه اللحظات مع انطلاقه العنود. العنود من انطلقت الى المركز الاول بشعار ناصر بن جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي لتبدا بسحب البساط من تحتها خفي بنت شاهين من تحضر على ثاني التحديات بهذه الانطلاقه المميزه. المركز الثاني التواجد من بنت شاهين تحمش عن راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيم المالك لهذه الانطلاقة. التضمير عند غيث المالكي من يتابع عملية التضمير. المركز الثالث التقدم من غزوة فهيد بن راشد بن سعيد آل بريص المري أيضا يحضر بغزوة على ثالث التحديات، وهذا الشعار الذي حضر في يوم الأمس وانتزع الأشواط الأولى الرئيسية مع الثنايا الإبكار والثنايا القعد. يقدم لنا ممثل المملكة هذه المشاركة المميزة وحضور شعاره في هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الرابع أتابع معكم على رابع التحديات وعلى رابع الأسماء وانطلاقة شعار البريدي الحاضر مع أفعال من أيضا تواصل انطلاقتها لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي. المركز الخامس التقدم من الشايبة محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري بتواصل شعاره مع الشايبة من تنطلق بشبابها وبرعاية شبابها بحضور شعار بن عريج على ختام النداء الثاني، ومع الأسماء الخمسة المذاعة الأولى المتنافسة والحاضرة في مسيرة هذا الشوط. إذا لم يتجدد أي جديد على النداء الأول والثاني من تدخل الأسماء الحاضرة والمتواجدة بهذه الانطلاقة، وما زلنا نترقب قدوم الشعارات والأسماء الحاضرة في هذه المسيرة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نتابع معكم مجريات أول المراكز. المركز
الأول بنت شاهين وحضور أيضا السلالة الشاهنية بانطلاقتها وبتحليقها المميز على أرضية ميدان الشحانية. هذه هي بنت شاهين على المركز الأول تحمش على الراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. دائما هذا الشعار يحضر بمنافسات الكبار بانطلاقات الكبار بمتابعة غيث بن راشد المالكي من يتابع انطلاقة بنت شاهين بعملية التضمير. المركز الثاني متابعينا الكرام غزوة لفهيد بن راشد بن سعيد البريص المري على ثاني التحديات. المركز الثالث تأخرت قليلا للعنود ما زالت أيضا مثبتة الوجود بانطلاقتها مع ثالث الأسماء تحمش على ناصر بن جبر بن شمسان الرمزاني النعيم. المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع معكم أفعال بتواجدها الجميل بانطلاقتها بحضورها المميز تحمل شعار المشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي من يشعل المنافسة بانطلاقة شعاره مع الأسماء الخمسة المذاعة. المركز الخامس التواجد من الشايب محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري بانطلاقة الشايب على خامس التحديات ومع خامس الأسماء في هذه الانطلاقة المميزة والجميلة في هذا الشوط. أذكر أيضا من فازوا معنا في الأشواط الأولى الرئيسية ونهنيهم أيضا بحضور شعاراتهم وفوزهم في الأشواط الأولى الرئيسية. حضرت الدانة في أول أشواط الحيل بشعار علي بن حسين بن علي السادة من فاز معنا في هذا الصباح في أول أشواط هذا اليوم مع منافسات الحيل، وكان أيضا حضور مميز لمحذر من فاز معنا في أول أشواط الزمور في شوطنا الذي انقضى قبل قليل مع جر الله بن عبد الله بن جر الله بن ذروة المري بمتابعة أيضا محمد بن جر الله بن ذروة من تابع ورافق هذا الشعار. لهم التهنئة على هذا الفوز المستحق وعلى أيضا حضور محذر وفوز في الشوط الأول الرئيسي. نعود إلى مجريات الشوط، نعود إلى هذه الانطلاقة لنتابع معكم هذه المسيرة. ما زالت أمور الصدارة مع بنت شاهين على المركز الأول ومع القيادة بانطلاقة أول المراكز. تقدم لنا هذا الأداء الجميل، هذا الرقص المميز بانطلاقة المركز الأول تحمش على راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. تابعها غيث بن راشد بن سالم المالكي بعملية التضمير. وتابع شعار البريدي بدا يتسلل من مركز الى مركز، من المركز الرابع الى الثالث الى الثاني بانطلاقه افعال تحمل شعار مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي بانطلاقه الثاني التحديات. المركز الثالث اللي كانت على المركز الخامس ايضا تقدمت بدور الى ثالث المراكز الشايبه لمحمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري بدات تسلل بدور الى ثالث التحديات. المركز الرابع رابع الاسماء وتابع غزوه لثيد بن راشد بن سعيد البريص المري بانطلاقه غزوه على المركز الرابع. المركز الخامس التقدم من العنود لناصر بن جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي ايضا يحضر شعاره بانطلاقه خامس التحديات. الاسماء الخمسه الاولى انفردت عن بقيه الشوط بانطلاقتها بمنافستها بحضورها المميز واقترابها من بعضها البعض في منافسه جميله وفي انفراده مميزه مع الصداره ومع المقدمه. اعود الى اول المراكز، اعود الى القياده والرياده والسيطره على المركز الاول من قبل تواجد بنت شاهين لراشد بن ناصر بن راشد جبر النعيمي على اول المراكز ومتابعه غيث بن راشد المالكي من يتابع انطلاقه بنت شاهين على المركز الاول على الصداره. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من افعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي على ثاني التحديات. النقله للمركز الثالث ارى التقدم من الشايب محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على ثالث التحديات. بدات الثلاث الاسماء الاولى تشكل ثلاثي جميل بانطلاقتها الجميله والرائعه بمنافستها وحضورها على انطلاقه هذا الشوط. المركز الرابع رابع التحديات من الاسماء الخطيره
الحاضرة والشعارات أيضا اللي لها ثقلها في المنافسات وأيضا في الميادين. يحضر شعار بالرأي على رابع التحديات مع غزوة الغازية بانطلاقاتها على المراكز الأولى والغازية على الناموس بتواجدها على رابع الأسماء. تحمل شعار فيد بن راشد بن سعيد آل بريص المري مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من العنود ناصر بن جابر بن شمسان الرمزان النعيمي مقدم لنا شعار على خامس التحديات. هذه الشعارات هذه الأسماء بدأنا بهذه اللحظات مع المنعطف ما قبل الأخير أو الاقتراب المنعطف ما قبل الأخير نحو الاتجاه إلى المنصة الرئيسية مع تجاوز لافتة 2 كيلومترات. بدأت الأمور تتغير في مسيار هذا الشوط من تزايد السرعة من حضور أيضا المنافسة والانطلاقات المميزة لأننا بدأنا نقترب من خط الخطر ومن الحزام الأخضر ومن المنافسة الحاضرة في هذه الانطلاقة الجميلة. الصدارة المقدمة ما زالت الإثارة مرافقة لبنت شاهين على المركز الأول. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي غيث بن راشد المالكي من يتابع انطلاقتها مع الصدارة ومع المقدمة وبانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني بن عريش حاضر بانطلاقة ثاني التحديات مقدما لنا انطلاقة الشايبة على المركز الثاني لمحمد بن عبد الله بن حمد بن عريش المري. المركز الثالث بدأ يقترب شعار بالراية رافع راية المنافسة بانطلاقة شعاره أيضا تواجد غزوة على المركز الثالث. تحمل شعار فهيد بن راشد بن سعيد آل بريص المري بدأت تتسلل إلى المركز الثاني بهذه اللحظات. الله الحيل 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 بدأت تشد الحيل بانطلاقتها بأيضا حضور سرعتها المميزة بمنافستها الكبيرة. غيرت غزوة الغازية بانطلاقتها من بدأت تغزو الصدارة بتواجدها بشعار بالراية. لكن بن عريج بن عريج حاضر بانطلاق الثاني التحديات ليغير شعاره مع الشايبة 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 اللي بانطلاقتها بانطلاقة الشباب تتواجد مع الصدارة مع مجريات الكيلو متر الأخير. تحمل شعار محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على المركز الأول. المركز الثاني الله بالراية وابن عريج بانطلاقة الشايبة وغزوة الشايبة وغزوة غزوة والشايبة بانطلاقة ثاني المراكز. غزوة لفهيد بن راشد بن سعيد البريص المري المركز الثالث عند النعيمي بانطلاقة بنت شاهين لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الرابع القادمة بهذه اللحظات غير وصلت لعلي بن ناصر محمد بن ناصر الشنجل المري يصل شعاره لأول ندى. لكن أعود إلى الصدارة أعود إلى الشايبة ما زال انطلاقها ذاتي. لكن أصدرت التعليمات مع الحزام الأخضر لتبدأ بتقليص الفارق بتقديم العرض الجميل الانطلاق المميز. وصل شعار الشنجل بانطلاق ثاني التحديات مع غير انطلقت بأداء المثير على ثاني التحديات. لكن الشايبة على الصدارة على المقدمة بانطلاقة المركز الأول. إذن الثاني والتبريكات لمالك الشايبة إن لم يكن هناك رأي آخر من غير اللحظات الأخيرة. لكن خلاص فازت الشايبة في هذا الشوط. نهني محمد بن عبد الله بن حمد المرة المركز الثاني. وصلت غير لعلي بن ناصر محمد بن ناصر الشنجة المرة المركز الثالث. بنت شاهين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النهائي المركز الرابع. وصلت غزوة لفهيد بن راشد بن سيد بن راشد المرة المركز الخامس حاملة رقم 5 العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. إذا نهني جميع الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة بهذه المسيرة. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نهني جميع الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقة. لنذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني لحظة وصول الشايبة 12 دقيقة 55 ثلاثة أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف بوالي محمد وعبد الله بن حمد بن عريج المري المركز الثاني. كان وصل من غير 12 دقيقة 56 أربعة أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لعلي بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجر المركز الثالث. المركز الثالث بنت شاهين 3 دقيقة ثانيتين 4 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي والثانية لغيث بن راشد بن سالم المالكي.